وينضم إلينا الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك معنا. إذن نقاش موسع سيتم في الحوار الوطني حول قضية الدعم، ما هي الأولويات التي يعني تشغل بال المواطنين وكل من يشارك في هذا الحوار، الأولويات الاقتصادية المتعلقة بقضية الدعم؟ دكتور بلال، في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالتأكيد قضية الدعم هي من أهم القضايا النهاردة اللي بتطرح بال كثير من المشتغلين في الشأن الاقتصادي وبال كثير من المواطنين، خاصة لأن الدولة النهاردة مع ارتفاع الأسعار ومع تضخم جانب ومن جانب آخر الدولة لديها عدد من المحاور اللي بتشتغل عليها. المحور الأولاني هو ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة، ده جزء. الجزء الثاني التحول الرقمي. في إطار التحول الرقمي تم تقريبا يعني الدولة خدت شوط كبير جدا فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية للمواطنين، ومن جانب آخر طبعا وجود كارت ميزة ده بيسهل بشكل كبير جدا المعاملات. من جانب آخر طبعا إحكام الرقابة وتوصيل الدعم المستحقين. في ظل الثلاث محاور دول الدولة بتشتغل بتحاول تفعل منظومة دعم نقدي، ولكن طبعا بتطرحها للحوار المجتمعي. من جانب آخر بنشوف النهاردة أن السلع التموينية، لما بنشوف أن دعم السلع التموينية في آخر موازنة للدولة زادت فيها من 128 مليار دولار 128 مليار جنيه إلى 144 مليار جنيه، بالتالي هناك دعم بتقدمه الدولة، لكن بتحتاج إلى ترشيد الدعم ده من جانب إصلاح الهيكل للموازنة العامة للدولة، بيتطلب بعض الإجراءات. من ضمنها طبعا أن الدعم يصل إلى مستحقيه، أن المواطن نفسه يحس ان هو بياخد حقه من الدعم، ما يكونش هناك وسيط. لما بيكون هناك اكثر من سعر للسلع، يعني بنشوف على سبيل المثال الدعم المقدم للسلع التموينيه تحديدا، بتلاقي ان مثلا كيس السكر موجود في المجمعات الاستهلاكيه بالسعر المواطن طبقا والدعم في على بطاقات التموين ب 20 جنيه في حين ان هو في السوق الحر ب 36 جنيه. ده بيفتح باب اخر لوجود فئات اخرى بتستغل حاجه المواطنين وبتستغل بعض الاجراءات اللي موجوده وبتتكسب بتكسب غير مشروع. وبالتالي الدولة النهاردة بتحاول تقضي على الجزء ده، بيكون هناك الدعم يصل إلى مستحقيه بشكل نقدي، بتديله فرصة أكبر بشكل كامل إن هو يتخير البدائل، يختار السلع اللي هو محتاجها. ممكن يكون النهاردة أنا مديله على بطاقة التموين على سبيل المثال سكر وزيت، هو مش محتاج سكر وزيت، محتاج سلعة أخرى، فبالتالي بتديله المقابل نقدي يستطيع إن هو يشتري السلع وفقا وما يتراءى. وده بيكون تأثير اقتصادي على التجار كمان، خاصة إن هو بيستعمل عملية رواج اقتصادي في السوق، خاصة في ظل النهاردة وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الدولة من القطاع الاقتصادي وافتتاح المجال بشكل كبير جدا للقطاع الخاص، بحيث ان هو يشكل 60 ل 65% من حجم الحالة الاقتصادية. نعم، يعني أيضا من ضمن المعلن في التعامل مع فكرة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو وصول الدعم إلى مستحقيه كما ذكرت حضرتك، ولكن كيف سيتم إعادة تعريف مستحقي الدعم في هذه الحالة؟ هل ستشهد تغيرات كبيرة الشرائح الحالية التي تحصل على دعم؟ يعني هل ستحدث تغيرات كبيرة بها خلال الفترات القادمة بناء على فكرة إعادة تعريف مستحقي الدعم ليحصلوا على الدعم النقدي؟ أحيي حضرتك على السؤال ده، سؤال جميل جدا، لأن المواطن هو محور أي تنمية اقتصادية بتحصل أو أي تعديل للإجراءات، خاصة أن الدولة بتستهدف رفع كفاءة الدعم وصول الدعم المستحقين. في إطار ده الدولة النهاردة مع منظومة التحول الرقمي هتفيد بشكل كبير جدا وتخدم على مشروع التحول التدريجي إلى الدعم النقدي، خاصة النهاردة لما نشوف بطاقة الرقم القومي تقريبا المواطنين كل المواطنين في مصر النهاردة عندهم بطاقة رقم قومي. بطاقة الرقم القومي مربوطة النهاردة بالشهر العقاري، مربوطة بالسجل المدني، مربوطة بالمرور، فبالتالي الدولة النهاردة عارفة ان الشخص ده هل يستحق الدعم او لا يستحق الدعم من خلال ما يملكه ومن خلال الوظيفة بتاعته. في الفترة السابقة ايام يمكن وجود الدعم العيني كان هناك البطاقة الورقية، فما كانش عندك القدرة كدولة انك تعمل حصر حقيقي وواضح عن مستحق الدعم. النهاردة مع منظومة التحول الرقمي ومنظومة النهاردة استخدام التكنولوجيا الحديثة بقى بشكل كبير جدا يسهل بشكل كبير ان انا اقدر احدد مين اللي مستحق الدعم. لو خدنا مثال بسيط على رغيف الخبز، رغيف الخبز اللي هو كان الدولة النهاردة بتكلفه تكلفة انتاجه على الدولة النهاردة حوالي 125 قرش، حين ان هو بيباع للمواطنين ب 20 قرش حتى كمان بعد ذلك، وبالتالي
رغيف الخبز في حد ذاته لما تيجي تبص على رغيف الخبز بيتم شراؤه من المكان اللي هو مخصص للبيع او المنافذ التسويقيه ليه، هتلاقي ان رغيف الخبز بيتم احيانا بجوده غير مناسبه، خاصه ان هناك مفتش تموين بينزل يبص، فبالتالي هناك حلقه وسلسله كبيره. النهارده الدوله بتحاول تتحرر من الحلقات والسلاسل دي، عايزه الدعم النهارده يصل الى مستحقيه، وبالتالي هو هيكون لديه القدره على اختيار السلع اللي تناسبه بالسعر العادل بالجودة المطلوبة. وحتى نصل دكتور بلال إلى المستحقين الحقيقيين للدعم، كيف سيتم ذلك؟ ما هي المعايير التي على أساسها سيتم إعادة تعريف مستحقي الدعم؟ بالتالي المعايير هتكون مطروحة للنقاش المجتمعي والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في عدد من التخصصات. الموضوع مش جزء اقتصادي بس، ولكن هو ليه كذا بعد. هناك شق تكنولوجي وتقني فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات اللي موجودة عن الوزارات المعنية، سواء كان وزارة الداخلية أو وزارة العدل. إن وزارة الداخلية عندها الشق الخاص بالسجل المدني، وزارة العدل الشهر العقاري، من جانب آخر وزارة العمل والقوى العاملة. فأنت بتبص على حجم الناس دي بتشتغل ولا لأ، الناس ومعدل الدخل الخاص بها قد إيه، كم عدد الإعالة، هل ده بيعول كم عدد من أفراد الأسرة، الأفراد الأسرة دول المتوسط العمر ليهم قد إيه، هل هم في مراحل التعليم ولا لأ، ومتوسط الدخل قد ايه فيما يتعلق بالاسره دي. وبالتالي هناك عدد من المعايير ستكون مطروحه للحوار المجتمعي من جانب، واعتقد هتكون مطروحه كمان فيما يتعلق بالناحيه التشريعيه لمجلس النواب. فبالتالي نقدر نصل الى المعايير الحقيقيه، المعايير دي هتكون عادله وتكون اكثر واقعيه، بدلا من الدعم العيني اللي هو النهارده بيذهب، انا شايفه بيذهب جزء كبير جدا جدا منه الى غير مستحقين. ولكن مع الدعم النقدي انت كحكومه هتكون مطمن بشكل كبير جدا ان الدعم يصل الى مستحقيه بسلاسه ومرونه وبشكل اكثر عداله وشفافيه. نعم، اذا تحدثنا عن يعني الشكل الاقتصادي لهذا التحول ما بين الدعم العيني الى الدعم النقدي، كيف ترى يعني كخبير اقتصادي هذا التحول، كيف يمكن ان يتم من خلال يعني التوقيت، ما هو الوقت الذي يلزم هذا التحول، وايضا يعني الاليات فيما يتعلق بالوقت؟ احنا احوج ما اليه يكون الكلام ده في اقرب فرصه، يعني ممكن يكون خلال بدايه العام الجديد، يعني خاصه ان احنا كدوله بنحاول نعمل اصلاح هيكلي لموارد الدوله ونحافظ على موارد الدوله ونعمل على تنميه موارد الدوله، ومن جانب اخر طبعا ترشيد الاستهلاك، وده جزء مهم جدا، خاصه ان احنا بنتكلم على ارقام كبيره. يعني بنشوف الدعم المقدم في السلع التموينيه حاليا وصل الى 144 مليار جنيه، وده رقم مش بالهين على بالنسبه للموارد الاقتصاديه للدوله. وبالتالي على سبيل المثال دعم السلع او المواد البتروليه حتى تقريبا حوالي وصلنا حوالي 154 مليار جنيه في اخر مواد. وبالتالي فاحنا لو بنتكلم على التوقيت احنا محتاجين ده بسرعه، خاصه انه يتماشى حتى مع التغيرات والتحديثات اللي بتحصل فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي في الدوله المصريه. لو بنتكلم على ازاي ده يحصل، ده ممكن يتم ببساطه جدا من خلال طبعا التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك العامله في القطاع المصرفي. خاصة زي ما قلت لحضرتك ان معظم المواطنين النهارده بيتمتعوا بفتح حسابات لدى الجهاز المصرفي وبدون رسوم اداريه، والنهارده في الشمول المالي النهارده بيتيح للناس ان هي تتعامل مع البنوك واعفائهم كمان من المصاريف الاداريه، وبالتالي فتح حساب اصبح متاح لكل المواطنين، المواطنين كلهم النهارده حتى اللي ما عندهمش ارصده في البنوك. وبالتالي يعني دايما كان هناك مقوله ان البنوك مصنوعه للاغنياء، طبعا الفكر ده خاطئ 100%، البنوك هي للفقراء والاغنياء، لان البنك حتى هو وسيط مالي بيكون وسيط ما بين المدخرات واعاده استخدام المدخرات كافراد في السوق، وبالتالي تنشيط حركه التجاره والاقتصاد. فبالتالي النهارده موجود حسابات مصرفيه للناس، الناس عندها كارت ميزه وهي المبادره اللي اطلقها البنك المركزي المصري منذ 3 اعوام، وبالتالي النهارده وصلنا لارقام كبيره جدا من المواطنين المسجلين لدى البنوك العامله في القطاع المصرفي. نستطيع ان احنا نحدد من خلال المعايير اللي هتكون مطروحه للنقاش المجتمعي نحدد الفئات الاكثر احتياجا والاكثر احتياجا للدعم، وبالتالي ممكن من خلال البنوك نقدر ننزل لهم الدعم نقدي يقدروا يستجيبوه في بدايه كل شهر او نهايه كل شهر. نعم، اخيرا دكتور بلال، فيما يتعلق ب يعني شكل ايضا ما سيتم في التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، طبعا الحديث كله الآن عن السلع التموينية، بالفعل في مواد أخرى تم تقليصها كالمنتجات البترولية والكهرباء والمياه، يعني هل تختلف يعني شكل التغير في الدعم
العين للسلع التموينية عما تم بالفعل من تقليص للمنتجات البترولية والكهرباء والمياه؟ أنا شايف إن السلع التموينية هي أكثر عرضة لعدم وصول الدعم، يعني بالنظام العيني بتكون هي أكثر عرضة، خاصة لأن كل مكان يخترع السلع الواحدة أكثر من سعر بتفتح شهية الخارجين على القانون لاستخدام مزايا من خلال بحكم مناصبهم أحيانا أو حتى من خلال الإصدار في السلع، وبالتالي تعرضهم لغرامات وتعرضهم حتى للحبس وفقا للقانون. وبالتالي النهارده الدولة بتحاول إنها تدخل نحو سوق حر ووجود سعر موحد للسلع، وبالتالي تقدر الدولة باستخدام آلياتها في الرقابة والسيطرة على الأسواق. ومن جانب آخر طبعا الناس المستحقة للدعم إن أنا أنزل له الدعم دعم نقدي يقدر إن هو يشتري لي ما يتراءى لي وفقا واحتياجاته. وارد جدا النهارده إن أنا أنزل له دعم معين على سلعة هو مش محتاجة عنده اكتفاء منها زي السكر الأرز المكرونة، فإحنا النهارده لما هنزل له المقابل نقدي يستطيع إن هو النهارده يبحث عن السلعة في المتاجر اللي بقت منتشره النهارده، وده بيعزز فكره انتشار السوق الحر وتوجه الدوله ناحيه السوق الحر ونحو القطاع الخاص، خاصه النهارده وسيط سياسه ملكيه الدوله، الدوله النهارده وفقا وظروف معينه كانت هي المسيطره على الحياه الاقتصاديه في مصر، لكن خلينا نقول النهارده وسيط سياسه ملكيه الدوله، الدوله النهارده بتعلنها صراحه انها تتوجه الى مهامها الرئيسيه في التخطيط والتنظيم والرقابه على الاسواق وتطرق السوق الى القطاع الخاص، مع طبعا الحفاظ على محدود الدخل ومتوسط الدخل وحمايتهم من خلال شكل قانوني واجرائي من خلال الرقابه على الاسواق، ومن خلال دعم نقدي سيوجه ليهم بحيث ان هم يكون بتساعدهم حتى على غلاء المعيشه وبتساعدهم على ظروف المعيشه في مصر. نعم، الوقت يتسع لسؤال اخير دكتور بلال فيما يتعلق بالاجراءات المصاحبه لعمليه التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، هل من اجراءات ملحة يجب أن تتخذ يعني لتعزز من هذه العملية؟ بالتأكيد أهم إجراء شايفه هو الضمانة من السوق، خاصة ظاهرة الاحتكار. يعني خليني أقول لحضرتك ولا يخفى على أحد أن في شهر 3/2024 تحديدا البنك المركزي اتخذ مجموعة من الإجراءات قضت بشكل كبير جدا على السوق الغير رسمي، لأن كان في مصر هناك سوق غير رسمي، كان هناك بعض التجار مش بنقول الكل طبعا كانوا بيمارسوا ظاهرة الدولارة في أبشع صورها، سواء كان بشكل نقدي من خلال تحويل الجنيه إلى الدولار وبالتالي تكالب على الدولار، أو حتى في شكل سلعي إن هم كانوا بيكتنزوا ويحتكروا السلع عندهم رغبة في ارتفاع الأسعار. فبالتالي يمكن أهم إجراء الدولة تاخده إن يكون هناك فرض رقابة على الأسواق، إنها النهاردة مش هنقول إن السوق يكون عليه تسعيرة جبرية، ولكن هنقول النهاردة إن من خلال الغرف التجارية المنتشرة النهاردة لكل صناعة إن الدولة تقعد مع الغرف التجارية بحيث تحدد ربحية للسلع وتحدد تكلفة للسلع. لو نتكلم على الاقتصاد الحر وأشهر الاقتصاديات سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في بريطانيا وفرنسا، الدول بره إن كل سلعة بيحدد تكلفة من خلال الغرف التجارية التابع ليها للسلع، وبالتالي بيتم وضع هامش ربح معين للسلعة، ومن غير المقبول تماما ان احنا في دوله زي مصر نشوف بعض السلع ان الربحيه فيها بتعدي 30 و35 وساعات 40%. وبالتالي النهارده رقم واحد ان انا اعمل عمليه سيطره على السوق من خلال ضبط السوق باجراءات قانونيه وفقا وما يتفق مع احكام القانون المصري، ده من جانب. من جانب اخر طبعا اهم مشكله تم القضاء عليها هي مشكله نقص الدولار، لان طبعا جزء كبير من مستلزماتنا بنتم استيرادها من الخارج. يعني احد اسباب المشاكل الهيكليه للاقتصاد المصري هو وجود خلل هيكلي في الميزان التجاري، انا مستورد تقريبا كمتوسط بحوالي 90 مليار دولار في حين بصدر بحوالي 45 مليار دولار، فكان دايما عندي احتياج للعمله، هناك نقص في العمله في السوق. النهارده بعد الاجراءات اللي اتخذها البنك المركزي في 3/2024 تم استقرار لسعر الصرف، تم القضاء على السوق الغير رسمي للدولار، وبالتالي قدرت البنوك الموجوده في القطاع المصرفي انها تدبر احتياجات المصانع من مستلزمات الانتاج، وبالتالي ضمان توافر السلع في الاسواق بحيث ما يكونش هناك نوع من انواع الاحتكار، خاصه لما تتحول منظومه الدعم في مصر من دعم عيني الى دعم نقدي، وبالتالي ان المواطنين سيذهبوا الى القطاع الخاص بشكل كبير جدا لتدبير ما يحتاجونه من سلع وخدمات. من جانب اخر طبعا ستظل المجمعات الاستهلاكيه والمنافذ الخاصه بوزاره التموين ووزاره الزراعه على اهبه الاستعداد بحيث انها تكون منافس قوي للقطاع الخاص، وبالتالي هو ده في النهايه بيصب في مصلحه المواطن من خلال ان المواطن ما يهمه هو الحصول على السلعه بالسعر العادل وبالجوده المناسبه. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى هذه المداخلة.